نحن لما جئنا نصلي عليه ماذا فعلنا؟ قلنا اللهم صلي انت مش احنا. هو يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، انتم صلوا، احنا ماذا فعلنا؟ اللهم صلي انت. ما هذا؟ ما مقتضى الايه، ظاهر الايه، ماذا كان ينبغي ان نفعل؟ اللهم انا نصلي على نبيك، ولا لا؟ لما قال النبي، لما قال ربنا صلوا عليه، كيف اللهم انا نصلي على نبيك؟ لا، احنا ما قلنا هكذا، قلنا اللهم صل عليه. لماذا؟ سيقول بادي الراي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا. لماذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نقول اللهم صلي، ولم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نقول قولوا اللهم انا نصلي على نبيك مثلا؟ لاننا عاجزون على توفيه القدر، ولا يوفي قدر الصلاه على نبيه الا رب نبيه سبحانه وتعالى.